إلى أمي اللي وحشاني، يا ريتك تبقي سمعاني، أنا بعدك بقيت والله مش قادر على الدنيا وبعاني، فراقك هد شيء فيا، مفيش ولا حاجة بسطاني، أنا بعدك بقيت والله كأني غريب في وسط الناس وحداني. بقولك ايه كفاية كلام بقى عني، وقوليلي انت كيف الحال، عشان والله مشتاقلك وحشاني، وحشني ما بينا كلام. قوليلي ازاي يا حال ستي، امانة سلامي ليها كتير، قولي لها ان انتوا كنتوا الخير ولسه وجودكوا جوانا وفينا كبير، وفرق كبير ما بين حالنا اللي دلوقتي وحالنا زمان، مقصر فينا أوي الحرمان، لكن أهو لسه بنكابر وبنحاول مع الأحزان، وبنحاول مع الأحزان نخف من الألم حبة، فراقكم والله حاجة صعبة وبيموت، لكن عايشين وبنشوفكم في أولادنا، ويا يما ده حمل كبير، جزاك الله عليه بالخير، ختاما يما عاوزينك أمانة تسألي عنا، تجيلنا في حلم أو حتى في شيء عنك اطمنا، وادعيلنا نكون دايما من الصالحين، ونفضل طول حياتنا بخير، ويصلح ربي أحوالنا، ولما نموت ولما نموت نكون ياما ولادك برضو في الجنة.